بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا واحد الطريقة، وهي كيفاش ان شاء الله غادي نرفعوا الفيديو على اليوتيوب بالطريقة الصحيحة والسليمة عبر منصة اليوتيوب. نعم اخواني الكرام، ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اللي كتشاهدوا دابا غادي نشرح لكم كيفاش غادي نرفعوا الفيديو على اليوتيوب بطريقة صحيحة وسليمة. اول شيء كما كتشوفوا هذا هو اليوتيوب، كتكون فاتح حساب ديالك عليه وداك الشيء، كيطلع الشعار ديال الحساب تاعك كيكون هنا كما كتشوفوا هنا. راك داخل باللغه العربيه، كتب الانجليزيه كيطلع لك في البلاصه هنا. هذا الشيء اللي كاين، اول حاجه كتدرك الواجهه بحال هكا ديال اليوتيوب، كتبان لك واحد اللعيبه هنا بحال الفيديو فيها زائد، هنا كتقول انشاء فيديو او انشاء فيديو وغيره، اضغط عليه بحال هكا كيطلع لك هنا تحميل فيديو او بث محتوى مباشر. تقدر دير بث مباشر في اليوتيوب عبر هذه اللعيبه هذه، ولا بتحمل الفيديو حنا كيف ما غنديرو في هذا الفيديو ان شاء الله تاع اليوم. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نحملو فيديو على اليوتيوب بالطريقه الصحيحه. كتضغط على تحميل الفيديو بحال هكا، انتظر واحد شويه كما كتشوفوا كتنبثق لنا هذه الواجهه، وهذه الواجهه الخوت راه كانت كولات كتنبثق هذه الواجهه، غير واحد اليوتيوب دار واحد التحديث من 2018 حتى 2019 على ما اظن، وحتى لدابا 2020 داروا هذا التحديث هذا. علاش داروا هذا التحديث هذا؟ باش تقدر تولي تحمل الفيديو من هنا، على هذه الخاصيه اللي تحمل الفيديو من هنا. وعلاش بعدا هما داروها؟ غير باش كيعطيو واحد، هي بحال القديمه، الطريقه القديمه بحال الجديده، غير هما اللي زادوا واحد اللعيبه زادوها، كيقول لك واش هاد الفيديو تاع خاص بالاطفال ولا غير مخصص للاطفال. صافي الا حملتي الفيديو من هاد الطريقه الجديده اللي داروا، ضروري ما عادي ما يمكنش تكتب العنوان تاع الفيديو، تكتب الوصف، تكتب كل شيء، وممكن تجاوز ديك العمليه الا ما حطيتي واحد العلامه على واحد الخانه، واش هذا الفيديو تاعي مخصص للاطفال ولا غير مخصص للاطفال. هذه اول شيء. اما بالنسبه وخلاو هذه الطريقه هذه هنا، شتي كما كتشوفوا هنا كيقول لك تحميل المحتوى باستخدام مربع اختيار منشئ المحتوى الكلاسيكي. بعدا خلاو الطريقه هذه، الا ضغطتي عليها بحال هكا كتفوت هادشي كامل، كدير اسكيب هي تخطي باش كنرجعو لديك الواجهه القديمه كيفما كنشوفو. هاد الواجهه اللي كنا كنعرفو اللي كانت من 2015 و16 وداكشي، كتنبثق لينا بهاد الواجهه هادي. وانا الخوت كنفضل هادي احسن، هاد الواجهه هادي احسن من هاد الواجهه دروك راه كطلع جديده. المهم نشرحو القضيه، كنجيو لهنا كتشوفوا ملي كنحطوا السهم تاع الصوغه على كذا، كنضغط لينا هاد اللعيبه، ضغطنا عليها دينا ديريكت الملفات باش نحطوا شي فيديو تما. نقدروا نضغطوا من هنا ونمشيو للفيديو اللي بغينا، اولا الا دخلنا من الملفات بحال هكا نمشيو للبلاصه فيها الفيديوهات، ونقدروا نشدوا الفيديو حنا اللي بغينا ونديروا ليه هكا ونحطوه في هاد البلاصه هادي، ونرخوه في هاد البلاصه عادي يبدا يتشارج بوحدو. المهم هنا نمشيو ان شاء الله بشويه، غادي نجيو لهنا نضغطو بحال هكا، نختارو شي فيديو من هنا مثلا. فيديو واحد الحاجه مهمه قبل ما نبداو فيها الخوت، قبل ما نرفعو هاد الفيديو هذا، اول حاجه خاص الفيديو اخر كريم، الا كنتي درتي ليه المونتاج في شي برنامج ديال الكامتازيا او اي برنامج او ادوبي بريمير او اي برنامج ديال المونتاج، درتي الفيديو تاعك المونتاج و تخرج داك الفيديو، خرجو بجودة تكون مزيانة، خرجو بجودة تكون مزيانة وما تكون جودة كاع عالية باش تكون ثقيلة لك على الحاسوب وتكون الميجا جيجا ديالها كبيرة. فأحسن مقاس هو 1280 × 720، هذا هو المقاس اللي مزيان تخرج فيديو، كيكون خفيف وكيكون اش دي وكيترفع داغي على اليوتيوب. هذا هو المقاس اللي مزيان كنصح بيه.
تاني حاجة من تبغي تخرج فيديو ما يمكنش تخرجه نكتب من نخرجه مثلا نخرجه بحال هكا ونكتب لي واحد العنوان نكتب فيه غير شي تخربيقة كما كانت بحال هكا ونخرجه، حيت داك الكتبة ديال العنوان كتلعب واحد الدور خاصك الفيديو مع نخرجه من البرنامج ديال الكامتازيا، ولا مثلا بحال دروك البرنامج عندي هنا ديال الكامتازيا درنا شي ملفات هنا وشي كذا وبغينا نخرجوهم فيديو، من كتجي لهاد البلاصة هادي انا دروك ما حاط حتى شي ملفات هنا نخرجهم بلاصة العنوان، خصني نكتب داك العنوان نفكر فيه هذاك العنوان اللي عاد نكتبو في البلاصة ديال اليوتيوب، من عاد نبغي نرفع على اليوتيوب نكتب عنوان اللي عادي بحالك كتبته في اليوتيوب، ما بقاش عاد نعدل في داك العنوان، نكتب عنوان يكون مخير ونخرجو من كامتازيا بحالك ولا اي برنامج ديال التعديل، نخرج الفيديو هكاك صافي. علاش هذيك الطريقة؟ بان الا حاولتي فيديو تكتب فيه كتبنا فيها تخربيقة مثلا اي حاجة جاتنا في راسنا كتبناها ورفعناها في اليوتيوب هكاك حتى تحمل داك الفيديو، عاد كتبنا في العنوان كتبنا السمية ديال داك الفيديو ولا شنو كنديرو في هذاك الفيديو كتبناها بالتفصيل، كيكون شوية ما كتكونش دوك الروبوتات ما كي تاع جوجل واليوتيوب ما كي كيكون داك العنوان ما محبوش بزاف ليهم، ماشي بحال الفيديو لا كتبتي العنوان تاع رفعتيه بالعنوان ديالو كلشي ما زدتي فيه حتى شي حاجه، هذيك كيكون الفيديو تاعك كيكون الفيديو ديك الساعات عادي ان شاء الله عادي يبان باش ما كان عادي يبان كيحبوه هذاك الشيء الروبوتات ديال جوجل. المهم هادشي اللي كاين الخوت كتجي الفيديو مثلا اللي بغيتي تتبع هكا وكنضغطو على اوبن بحال هكا كنتظر واحد شويه كنتظر واحد شويه كيفما كتشوف حتى كيبدا كيتحمل معاك هنا بدا كيتحمل معاك وكيعطيك واحد الرابط ديال هذا الفيديو مباشره، كيعطيك الرابط تاع الفيديو هذا اللي بديتي كتشارجي وكيبدا كيتحمل معاك هنا العنوان تاع الفيديو هو مباشره كيطلع لينا في البلاصه هنا، وهنا في قلنا داك العنوان لا كتبتي شي تخربيقه وعاود كتبتيها تتحمل معاك فيديو عاد كتبتي ليه حاجه اخرى راه كون على يقين بان الفيديو تاعك ما غاديش يكون محبوب لليوتيوب الروبوت. هذه اول شيء، هذه حاجه اول شيء، نتمنى من الله تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي قلت لكم دابا. ثاني شيء هو كتجي مثلا كنجيو الاعدادات المتقدمه هنا، الاعدادات المتقدمه هنا كنخلو داكشي كما هو، هنا كتلقى واحد تاريخ التسجيل كتضغط عليه هكا بيدي تختار التاريخ تاع تسجيل هذا الفيديو هذا، اختاروا ليه ما بيتيش بلاش بلا ما ديرو، انا الصراحه كنختار هذا بحال هكا كنجيب بحال هكا كنختار يوم اليوم تاع تسجيل هذا الفيديو ولا كذا ماشي مشكل، كنرجعوا للمعلومات الاساسيه هنا البلاصه ديال هذا الوصف، هذا الوصف شنو غنديرو فيه، غالبا تقول هذا الوصف شنو غنديرو فيه ولا شنو الاهميه ديالو ولا علاش هو هذا الوصف مديور ولا نكتب في اي حاجه. هذا الوصف الخوت ترى حتى هو كيلعب دور، علاش هو دار الوصف باش تكتب فيه شي كلمات كتوصف في ذاك الفيديو تاعك، كنوصفو في ذاك الفيديو تاعنا بشي كلمات 4 سطور 5 سطور ولا اكثر كاع، كنوصفو داك الفيديو تاعنا شنو فيه وشنو علاش كيحتوي، وفي نفس الوقت داك النصوص كنحاول نكتبو فيهم شي كلمات اللي كيكونوا بحال الكيورد، كلمات كتكون مفتاحيه اللي كيبحث عليها بنادم بزاف، اللي كيبحث عليها بنادم بزاف كتختار الكلمات اللي بنادم كيكون كيبحث فيهم على اليوتيوب على جوجل بزاف، كنحاول نكتبو داك الوصف وفي نفس الوقت كندخلوا الكلمات المفتاحيه داك الوصف، وفي هذا العنوان هذا اللي كيكون لينا هنا الفوق كنشدوه ضروري حتى هو باش نحطوه في ضروري هذا العنوان هذا تاع الفيديو، خصنا ندخلوه مع داك الوصف اللي كتبنا نحاول ندخلو في هذا العنوان هذا نحطوه على القله في البدايه هنا، ونحاول ثاني في السطر مثلا الثالث ولا الرابع نعاود ثاني نحطوه ثاني هنا، ونحاول نحطو العنوان تاع الفيديو
شي 3 مرات في ذاك الوصف باش ميجيش معيق، يجي بحالها، يجي مع ال كيجي مع ال مع ال مع السطورة. هادشي اللي كاين. وفي الأخير في الأخير تقدر تكتب، نقدروا نديرو مثلا هادي بحال هكا ونحطوها في الوصف هنا، وبعدين نكتبوها هنا في الأول، وبعدين نكتبو الوصف تاعنا، نكتبو مثلا أي حاجة في الوصف، نكتب أي حاجة. عاود تاني هاد السطر هذا بحال هكا، السطر يكون كامل، السطر التاني هكا، التالت نقدرو نجيو تاني في التالت هنا ونحاولو نحطوه تاني بحال، نحاول نحطوه تاني بحال هكا، نكتبو تاني 4 سطور ولا داكشي اللي كان، ونعاود نديرو تاني كنترول في بحال هكا. نحاول نحطو العنوان تاع الفيديو تاعنا شي 3 مرات، كنهبطو بحال هكا، في الأخير نقدر نعاود نحطو ثاني بحال هكا. وباش عندي واحد الهاشتاغات كنرجعو في البداية ديال الكلمات بحال هكا، وكنديرو واحد الهاشتاغ بحال هكا، كنديرو واحد الهاشتاغ وكنجيو هنا وكنمحو، وكنديرو فراق واحد، كنديرو واحد هي بحال سلاش اللي كتكون ما بين الكلمة والكلمة، كتفرق لينا الكلمة. هاد اللعيبه هذيك كما كتشوفوا لي ضفناها هنا، هذيك هي اللي كتفرق لينا ما بين الكلمات. وكنجيو تاني هكا وكنضغطو تاني. انا عندي في هاد البيسي هادي في الحاسوب ديل كاينه في 8، ضغط على 8 غادي تنبطق معاه هكا، ضغط تاني ضغط عليها ثم بحال هكا. دروك هاد الكلمات اللي درنا لهم بحال هكا وبدينا بهاد الهاشتاغ هادي، غادي نباطقو معانا كيكونوا هاشتاغات مع كترفع الفيديو مثلا بحال هكا. غادي نوريكم شي فيديو انا دابا عندي، غادي نوريكم شي فيديو ان شاء الله، وغادي نفهمكم شنو هما دوك الهاشتاغات شنو هما. نجيو مثلا لهاد تخطي حساب جوجل هذا كيفما غادي تشوفوا معانا، وغادي نوريكم دوك الهاشتاغات شنو هما. الهاشتاغات كيفما كتشوفوا هما هادو كيطلعوا لنا بالزرق هنايا، هادو كيطلعوا لنا بالزرق كيفما كتشوفوا، وما هاد كل اللي كيقول شنو هما الدور ديالهم ولا كذا. بالنسبه لخوت لي انا ما شي عدم شي دورتهما، غير بحال على واحد الدوره بحال الكلمات بحال الكيوردز تاع هما كيكونوا. الا بحثت عليك بنادم كتكون تطالع في ديك، كتطلع تالي مثلا بحث على تخطي حساب جوجل، كتقدر تطلع في داك تطلع في ديك الموجه حتى كتبان فيها. وهذا هو اللي كاين الخوت بالنسبه لهاد الهاشتاغ هادي، بالنسبه لهاد الهاشتاغات هادي الطريقه ديالهم. كاينه واحد الحاجه مثلا في التحديد تاع اليوتيوب الجديد، واخا تكون دير هاد الهاشتاغات هادو كتمشي لواحد البلاصه مثلا كيقول لك هاد الفيديو هذا اعطيه واحد المنطقه، مثلا اعطيه واحد المنطقه بيته كتستهدف فيه، كتستهدف في هاد الفيديو، في هاد الفيديو هذا واحد المنطقه. كاين هاد الخاصيه ولات في هاد اليوتيوب ديال التحديد الجديد، تقدر تختار ليه مروكو، الجيري، السعوديه، امريكا، اي دوله تختارها لي، كتولي في البلاصه فين قلنا دوك هاشتاغات كيبانو زرقين فوق العنوان تاع الفيديو، مجرد باش كيبانو هادو كتولي ديك الدوله اختارتيها هي اللي كتولي تبان لك تما في بلاصه هادوك الهاشتاغات اللي كيكونوا لهم. المهم هادشي اللي كاين الخوت، ونتمنى من الله هاد الفيديو هذا يكون ان شاء الله واضح. كنجيو لهاد الكيورد، هاد الكيورد تاعو ما راه عدم دور، كلمات كيكونوا مفتاحية باش كلمات مفتاحية باش الفيديو تاعنا ان شاء الله يكون، باش نباطق معنا في نتائج البحث. اول شيء قبل ما ندوزو لهاد الكلمات هنا،
كما كتشوف راه شارحين هنا هما العلامات مثل أربرت أينشتاين. كما كتشوف هاد الكلمات هادو كانوا كيكونوا ضروريين. هاد الكلمات هادو إلا جينا لهنا مثلا هاد الوصف هذا، وبغينا نجيبو هاد الوصف هذا، منين غادي نجيبو هاد الوصف هذا؟ هاد الوصف غادي نشدو مثلا غير هاد العنوان هذا، وغنديرو ليه كنترول سي، وغادي نمشيو لجوجل هنا، وغادي نحاول نحطو في هاد البلاصة هنا. يلا حطينا هنا، غادي نحاول نبحثو على شي موقع اللي غادي يكون، نبحثو على شي موقع ولا شي مدونة اللي كتكون عاطيانا واحد الوصف ولا واحد التعريف، كيكون شي واحد كاتب شي عنوان ولا كاتب مهم على داكشي اللي كنقلبو عليه حنا. مثلا لو دخلنا لهذه هذا دابا كنقلبو غير على وصف، مثلا لا بيتي بلا ما تبقى تقلب على وصف، ولا لك تدي كاع وصف مع خصك تبقى تفكر في داك الوصف. هذه ان شاء الله هذه هي الطريقه. نشوف هذا الموقع هذا فيه شي مشكل. اعلان هذا نقدر نشوفو. هذه نشوف هذا الموقع الاخر هذا. هو الخوط راه امر بسيط ماشي صعيب ولا شي حاجه. كما كنشوفو حنا دابا غادي نشوفو مثلا غادي نشوفو شي وصف اللي غادي يكون مزيان لينا، وغادي يكون مزيان لينا اليوتيوب لهذاك العنوان تاع الفيديو تاعنا. مثلا اساسيات محركات البحث، غنقدرو نختارو مهم. نحاول نشوفو كاع شي موقع اخر. كما كتشوفو مثلا بحال هاد الدرك عندنا حنا هنا بعدا وصف مزيان هنا كما كتشوفو. مهارات البحث في جوجل، نقدر نختار واحد الوصف مثلا من هنا. كما كتشوفو مثلا حتى الحد هنا، صافي نضغطو على كنترول سي وكنمشيو للبلاصة ديال الوصف تاعنا هنا. كندير لها كنترول في بحال بهاد الطريقة بحال هكا. نقدرو مثلا نجو فوق هاد السطر هذا ونحطو ديك الكلمة ديالنا ديال العنوان تاع الفيديو كذلك. هادي بحال هكا صافي، وهو كيولي لنا وصف تاع الفيديو. نقدر نحيدو هاد التاريخ هذا بحال هكا كما كنشوفو. حنا دروكا درنا وصف تاع الفيديو. قلنا نجو العلامات هنا، العلامات هي دوك الكيوردز. منين غادي نجيبو هاد الكيوردز هادو؟ غادي اول شيء غادي نقدرو غادي نجيبوهم كما كتشوفو. هاد العنوان هذا اللي حطيناه تاع الفيديو تاعنا حطيناه هنا بالكامل،
غادي نقدر نهبطو هنا لتحت كما كتشوفو، كيعطونا واحد جوجل كيعطيك واحد كيقول لك كلمات يا زعما ولا عناوين ذات صلة بهذا الموضوع هذا. هاد العناوين اللي كيعطيهم لك هنا جوجل تكون ذات صلة بداك الموضوع، هادو كيكونوا مخيرين هاد الكيورد هادو، ولكن غالبا على ما بحثش على شي بعضين كيقول لك هادي يقدروا يديروا لك مشكلة، ويقدروا جوجل ولا جوجل يتابعوك على داك على داك، تقدر تكون لك مخالفة وهذا مشكل. داكشي علاش انا ما كنستعملهمش، تقدر تستعملهم كيكونوا ما مخيين بحال الكيورد ما هاد الكلمة ذات صلة بهاد العنوان، هاد العناوين ذات صلة بهاد، إذا بحثنا بهادو غادي نباطق لينا داكشي اللي بغينا. ولكن أنا مكنستعملش هادو، كاين واحد المواقع كنقدر نستعملهم اللي هو رابيد تاكس هذا كيفما كتشوفو، وكاين هاد كيورد تول، هاد الكيورد تول كيفما كتشوف، هاد جوج مواقع لأنهم يا زعما راه رائعين في مخيرين في هذا المجال ديال الكيورد، كيعطوك الكلمات المفتاحية ومخيرة كما كتشوفوا. غادي نقدروا نحاولوا الكلمات المفتاحية، نحاولوا نشدوا مثلا واحد الكلمة مفتاحية من هذا العنوان تاع الفيديو تاعنا احنا كامل، كيف يعمل محرك البحث مهارات من جوجل. هنا مثلا الكلمة احنا ديالنا اللي بينا نستهدفوها، غادي نقدر نستهدفو مثلا محرك البحث، نقدر نستهدفو محرك البحث هي، غادي نشدوها ونسخوها ونمشو لهذا مثلا هذا الموقع هذا ديال رابيد تاكس، هو راه مخير في هذا المجال هذا، كنضغطو على هنا يوز تول فور فري كما كتشوفو، كيعطيك هنا واحد الخانة كيقول لك وضع داك الكلمة المفتاحية اللي بيتي تلقى الكيورد ديالها، نحطوها بحال هكا كنضغطو انتر. كما كتشوفو كيطلع هنا الكلمات ذات صلة والكيورد اللي عادي يبحث بها بنادم، وعادي تجيبنا عادي تجيبك اي واحد بحث محرك البحث، قدر يبحث واحد على السيو بيتي تولي تطلع في النتائج، يبحث على نتائج البحث الأولى تقدر تطلع أسرار البحث في جوجل، هذه تطلع تتا. فهادو هما الكيورد الخوت كما كنشوف هذا الموقع هذا، بعدا أنا راه موقع رائع الخوت، كتجي كتكتب لك هاد كوبي هذه هنا، غنضغط على كوبي بحال هكا ونمشو للبلاصة ديالنا هنا ديال علامات بحال هكا، ونضغطو على كونترول في كما كنشوفو، هما ولاو لينا الكيورد ديالنا هنايا طالعين كله. كذلك كاينة في الموقع نسخة الكلمة هذه محركات البحث في هاد كيورد تول، وهو راه هو موقع رائع، وشحال واحد شارحو كيقول لك راه بأنه راه مجهد وحسن كاع من هاد أحسن من داك الموقع رابيد تاكس. كتجي لهنا مثلا انت واش عندك، واش جوجل، واش عندك موقع ديال جوجل ولا يوتيوب ولا بينغ، محرك البحث اللي كتستعمل واش جوجل يوتيوب ولا بينغ ولا امازون ولا ايباي ولا شي حاجه من هاد انستغرام ولا كذا، بيتي الكيوردز الخاصه بيه. مثلا انا عندي فيديو في اليوتيوب وبيت ليه الكيورد ديالو، كتكون اول حاجه كتكون هي على جوجل، كنجي نضغطو حنا على اليوتيوب، نضغطو على اليوتيوب عفوا، كنجيو نضغطو على اليوتيوب الخوت على هكا، كنجيو لهنا في هاد الطيب اكي وورد يزما حط هداك شو اللي حط الكلمة المفتاحية كيف ما كتشوفو، حنا حطينا مثلا محركات البحث اللي بينا نستهدفوها، كنجيو لهنا كنجيو لهنا كيف ما كتشوفو الجيريا عربيك عربيك العربية، كنجيو لهنا كتختار الدول اللي بغيتي تستهدفهم، تقريبا كاين جميع الدول هنا،
واش بغيت تستهدف مروكو ولا الجيري ولا اي دولة امريكا ولا اي حاجة، بغيت الكيورد يطلع لك بالامريكية يطلعوا لي. لكن حنا بالنسبة كتبنا محركات بحث اللغة العربية راه بينا كيوردات اللي يكونوا باللغة العربية، فعادي نديرو هنا ونكتبو مروكو كما كتشوفو هنا. مروكو كتطلع لنا على جوج حوايج، واش مروكو فرنسي زعما فرنسا ولا مروكو عربي. نختار حنا مروكو العربي بحال هكا، كنختارو الدولة ونختارو أي حاجة، مجرد نضغطو دابا على البحث بهاد الطريقة. كنتسناو واحد شوية، من كنتسناو واحد شوية غادي إن شاء الله غادي يطلعوا لينا جميع الكيبورد اللي غادي يكونوا كما كتشوفوا. هو هاد الكيورد تول كيعطينا بزاف ديال الكيوردات، ما كيعطيكش غير القياس ولا شي حاجه، كيعطيك بزاف. اختار داكشي اللي بغيتي، خصك غير تعرف الكيورد اللي كيكون عليه بحث كتير. الكيورد الكلمه المفتاحيه اللي عليها البحث كتير. بالنسبه حنا لهذا الموقع هذا، حيت هو موقع ماشي مجاني كما كتشوفوا، هاد الكيورد تول هذه ماشي مجاني، فلهذا كوني كنا داخلين ليه دافعين فيه الفلوس عادي يبانوا لينا. هادو كيفما كتشوفوا هاد الخانات هادو كيكونوا مدرقين، ما كيبانوش، ما كيبان لك لا ارقام لا والو، مجرد كيبان لك الكلمات ذات صلة بهاد الكلمة اللي حنا بحثنا عليها. لكن كوني كنا دافعين المال في هاد الموقع هذا، غادي يعطينا هاد المعلومات كلهم، غادي يظهرهم في هاد الكلمات. الكلمة زعما شحال فيها ديال هاد الكلمة مثلا، هاد الكلمات هادو اين كلمة اللي مجهدة كيقلب عليها الناس بزاف، او اين هي الكلمة اللي منخفضة. المهم هذاك الشيء كامل كيعطيك فيه المعلومات ديال هاد الكلمة، اللي افضل كلمة تقدر انت تلقاها هنايا اللي كتلقى عليها بحث بزاف. من كنجيو نشوفو الكلمة اللي عليها البحث بزاف، هي اللي كتختارها وكتمشي تحطها في بلاصة الكيبورد، حيت هي اللي غادي تطلعك. اما حنا دابا كيما كنشوفو داخلين ليه بالفري بالمجان، داكشي علاش مدرقين لينا هادشي هذا كامل، ما كيبانش كيما كنشوفو. مجرد كيبين لك غير هاد الكلمات هادو هنا، كتختار الكلمات اللي كيبان لك مزيانين القياس، وكتجي لهنا وكتحطم هنايا، لان هاد البلاصه ديال الكيوردات هادو ما كتفوتش ليك تقريبا، ما كتفوتش ليك، ما كتهزش بزاف ديال الكيوردات، جهد واحد عشرات الكيوردات ولا كاك. الا كانوا طوال كانوا صغار راه نعم الخوت كما قلنا، الا كانوا صغار راه كتحط تلمية كلمة قاع ديال الكيوردات ماشي مشكل. هذا الشيء اللي كاين، وكيف ما كتشوفوا راه الفيديو تاعنا راه قريب تمت المعالجه ديالو، كنتسناو درك غير تتم المعالجه كيف ما كتشوفوا. من كتظهر لك الصوره هنا كيقول لك تمت المعالجه، اللي بقى عليك هنا هو تضغط على نشر، صافي هذا الفيديو تاعك غادي تنشر. قبل اي مثلا الا بدي دير واحد الخلفيه لهذا الفيديو هذا، ما عجبتكش هذه الخلفيه كما قلنا، من كيطرف على الفيديو كيقسموه لك هو كامل، كيقسموه لك كيدير لك فيه واحد ثلاثه تصاور كيف ما كنشوفو. اختار الصوره اللي بغيتي من هنا، ما عجبتكش او عدلتي على شي صوره في فوتوشوب او حملتيها من جوجل ولا شي حاجه، كتجي لهاد البليصه هذه كيف ما كنشوفو، صوره مسخره من هنا، وكتختار شي صوره اللي كتكون بيتها تكون خلفيه لهاد الفيديو هذا كترفعها. صافي هادشي اللي كاين، كنضغطو على نشر بهذه الطريقه بحال صافي. وحنا نشرنا الفيديو تاعنا مع كي تنشر بحال هكا، كيعطوك هاد الخانات هنا كيقول لك مثلا بدي مشارك هاد الفيديو هذا مع رفعتي، شاركوه على الفيسبوك ولا تويتر ولا على بلوجر ولا على شي موقع من هاد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نسخ هاد الرابط، هذا الرابط حطوه فيما بغيتي
هادي بحال شاركتي الفيديو تاعك. وهادشي اللي كاين اخوت في هاد الفيديو هذا، واي سؤال او اي معلومه بخصوص هادشي هذا فما تنسوش حطوها في التعليق ان شاء الله، وهادي نشرحها لكم ان شاء الله تعالى. وهادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.